نستهل جولتنا عبر الصحف بأمريكا الجنوبية بصحيفة لاناسيون التي ناقشت التحديات التي يواجهها وزير الخارجية الجديد في الأرجنتين سانتياغو كافيرو، والذي أعفي للتو من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء. ومن بين المحاور الاستراتيجية لجدول أعمال وزير الخارجية الجديد تعزيز السوق المشتركة الجنوبية ميركوسور والتوازن في العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وجذب الاستثمارات الأجنبية. أما في البرازيل فتناولت صحيفة جورنال دو برازيل الانتقادات التي وجهها الرئيس السابق لولا دا سيلفا للبرلمان، والذي يبدو من وجهة نظر إيديولوجية أنه الأسوأ في المائة عام الماضية. وطالب زعيم حزب العمال خلال اجتماع مع أنصاره في ساو باولو بإعادة بناء البرلمان، مضيفا أن حزبه يراهن على الفوز بفضل الشباب. وفي الشيلي ذكرت صحيفة الميركوريو أن احتجاجا ضد الهجرة غير النظامية في شمال البلاد أدى إلى إضرام المتظاهرين النار في المخيم الذي أقامه مهاجرون فنزويليون. وبحسب الصحيفة فإن التظاهرة حشدت نحو 5000 شخص، مؤكدة أنها استنكرت على نطاق واسع بعد انتشار صور لمشاركين يشعلون النار في ممتلكات المهاجرين.